وقول تجري من تحتها الأنهار، قال العلماء من تحت أصولها وأشجارها. وما أحسن اطراد الأنهر تحت الأشجار الظليلة والقصور الفخمة العظيمة، لها منظر لا يتصوره الإنسان في الواقع. هذه الأنهار ليست كأنهار الدنيا، أنواعها أربع: أنهار من ماء غير آسف، يعني لا يمكن أن يتغير، وأنهار الدنيا تتغير. الثاني أنهار من لبن لم يتغير طعمه، بل هو من أحسن ما يكون مذاقا، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وقد نفى الله عنها الغول، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. وأنهار من عسل مصفى نقي، ليس فيه شيء من ما يكون في عسل الدنيا.